الحوارات اللي تمت معهم، فوجئت بهذه الوفود تأتي إلى مصر ويطلبوا من الإخوة المصريين تسليمنا ويساوموا عليهم بعض في عهد الإخوان. الآن دخلنا إلى عهد مرسي. أي بعد جاء مرسي بدأت مرحلة البيع والشراء في واتصلنا طبعا المعلومات من الوفود الليبية ومن الوفود الليبية عندما وفد ليبي. بيع وشراء بأي معنى؟ في نحن مساومات يعني، وأيضا سومنا حتى احنا ظنوا أن عندنا مليارات. جونا بعض الأشخاص. مين اللي جاكم؟ من الإخوان، محسوبين الإخوان ووسطاء بينهم حتى هم. أكيد تعرف أسمائهم، مش سر يعني. لا مسكين تقول لي في السجن، في السجن واللي مات. احنا بغض النظر اذا مسكين او غير مسكين، احنا قاعد هو جاء النيابه عن هؤلاء، قاعدين يعني نوثق تاريخ. مين اللي جاء؟ في واحد كويتي بالمناسبه. مين اسمه؟ واحد كويتي جاكم؟ اي من الاخوان. مين؟ في كل الاحوال خلينا لا مهم ذكر الاسماء. اخ احمد مش حنقول لك اسمه. ولا المصري تبي تقول اسمه؟ لا 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 لا, لا, لا. أنا أراعي مشاعر الناس ورأي عائلاتهم ورأي واحد كويتي يعني بصفة بأي صفة؟ طيب إخواني معروف ومشهور وشخصية يعني، وكان يزور ليبيا وينتمي لقبيلة كبيرة. anyway بس جاكم بأي جاكم لغرض؟ جاء ليتوسط يعني لكي يسمح لي بالمغادرة أو يعني إنك تغادر. نعم انك تغادر مصر. مصر اي طبعا، فقط بس مجرد انك تغادر مصر. اي طبعا. مقابل ها؟ مقابل طلبوا اموال، يعتقدوا ان عندنا مليارات وما في ذلك. بعد هذه الاتصالات والمحاولات، وكان هنا في وطبعا يراقبوا في حركتنا ويرسلون استطلاع ويرسلون جواسيس ايضا يحاولوا. احنا طبعا احنا طبعا دوله ونعرف ماذا يجري في ليبيا ونعرف ماذا يجري في مصر ولدينا يعني. الى ان لما جاءت حكومه زيدان، طبعا كانت الحكومه الاولى حكومه الكيب، وصلوا الى مليار دولار. مليار دولار مقابل تسليمك؟ نعم. بعدها جاءت حكومه زيدان والمقريف، وصلوا الرقم إلى 2 مليار. طبعا التفاوض يتم هنا وفي ليبيا.